الله الرحمن الرحيم. برحب بكم جميعا في المؤتمر، بشرفي ان انا اقعد معاكم. الواقع لان التوعيه بامراض الصداع شيء في غايه الاهميه، وهو هدف من الاهداف الرئيسيه للمهتمين بهذا المرض وبعلاجه، وايضا هو هدف من الاهداف الرئيسيه اللي احنا مهتمين بيها في المؤتمرات اللي احنا بنعقدها لمناقشة هذا الموضوع المهم جدا. في البداية هتكلم عن المؤتمر. المؤتمر هو تجمع لكل الأطباء المخ والأعصاب المهتمين بمرض الصداع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكالعادة زي ما احنا عارفين، مصر دايما بتبقى في صدارة المهتمين بالمشاكل الصحية ووسائل علاجها وتشخيصها وعلاجها. فاحنا طبعا عندنا في الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وراحة الأعصاب، وهي جمعية عريقة، عندنا شعبة للصداع ليها نشاطها داخل مصر ورائدة في المنطقة، ولهذا السبب احنا أعضاء في هذه المجموعة، مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصداع. ده ثالث مؤتمر بتعقده المجموعة، بيعقد في القاهرة وبيعقد سنويا. وإحنا متعودين إن شاء الله إن لما بنعمل مؤتمر في مصر بشكل عام وفي القاهرة بشكل خاص، المؤتمر بيبقى له شكل مختلف ومذاق مختلف، ونتمنى إن إحنا ننجح في إن إحنا نصل إلى هذه الصورة هذه المرة أيضا. المؤتمر فيه أكثر من 300 طبيب مسجل للاشتراك، لكن الحضور بتوقعي لن يقل عن 500-600 طبيب من أطباء الأعصاب في مصر المهتمين بهذا المرض. احنا مصر عندنا تقريبا 1500 مريض متخصص في طب المخ والأعصاب، وأنا أتوقع أن حضورهم في جلسات المؤتمر مختلفة، لأن احنا فاتحين طبعا الحضور للجلسات العلمية لكل من يرغب بغض النظر عن المسجلين للمؤتمر. الأهم من كده الواقع أن احنا في المؤتمر عندنا 16 جلسة فيهم أكثر من 50 محاضرة وبحث هيقدمه من أطباء حول العالم كله، مش بس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.